ميكرو فريد على قناه انفاس بريس. كما العاده كل اعاده فائده خرجنا الشارع المغربي باش نسولوا المواطنين مع هاد غلاء الاسعار شحال هادي ما شراوش اللحم. الا بغيتوا تعرفوا شحال هادي اجيو معايا. خويا دابا مع هاد غلاء الاسعار شحال هادي ما دخلتي اللحم لدارك؟ ويلي اللحم، حنا بقينا كاع كنسولوا على اللحم، حنا دابا كنسولوا غير على شويه الخبز، ولينا كنرجعنا لداكشي ديال الخبز واتاي، اما حتى الخضره غاليه ما بقاش داكشي. اللحم ما بقيتيش وصلتي لي. اللحم كتشوفوا عندك الزهر معلق وكان ولينا حطوا عليه يدينا ونبوسوها. ولا كتشوف شي طرف ديال اللحم في الفيسبوك. ولا شي طرف اييه ولا داكشي ديال الاكلات، شوف هذه ديري الطرف مبخر، ديري محمر، ديري بزعتر، حنا ولينا كنتشهاو، نشوفوا نتشهاو وكنشبعوا. شحال هذه ما كلتي دابا تقريبا؟ تقريبا شحال هذه ما كلتي اللحم؟ اللحم ما شريتيش. شحال هذه ذوك النهار كلينا واحد شويه ديال التقليه، ولكن شحال هذه ما عرفتش شي شهر هذه. اللحم ما دخلتيش لدار؟ هذه شي 10 ايام ما جبتوش. وكيبان لك الثمن ديالو مناسب؟ لا ما مناسبش، مرتفع شويه هاد السنه بالنسبه للسنوات الاخرى. بالنسبه للدرويش دابا؟ بالنسبه للدرويش شويه صعيبه عليه، اللي كان عنده الدخل محدود وعنده الاولاد بزاف وما خدامينش وداك الشيء راه داير، ولكن بالنسبه للطبقه المتوسطه وداك الشيء راه هو هذاك الثمن. دابا بالنسبه لك انت ما تقدرش تاكلي اللحم يوميا؟ لا ما تنقدرش ناكل يوميا، ما عنديش مدخول ما كذبش. نتمنى المسؤولين ينظروا بعين الاعتبار ديك الطبقه الفقيره بزاف، لان الثمن هو مناسب لبعض الاشخاص، ولكن بعض الاشخاص كيجيهم شويه صعيب، خصوصا اللي عندهم الاطفال وعندهم مسؤوليات. كاين مسكين كيشوفوها في الفيسبوك. كيشوفوها في الفيسبوك وداك الشيء في العيد الكبير. كبير ما كليتيش اللحم؟ ما كليتش اللحم من العيد الكبير، ما كليتش اللحم. فين كتشوفوا دابا هذا اللحم؟ كنشوفوا غير تكون دايز عند الجزار ولا تنقص مع لك الزقيطه. مع لك الزقيطه تنقولوا امتى غيوصل العيد الكبير. ما كتجيب شويه الخبز وتبدا تدوز. المهم بعد الا حلمتي به بالليل وصافي. هادشي الا حلمتي به حلمتي باللحم، ولكن تتعوضوا بشويه الدجاج وصافي. الدجاج تينسينا الدجاج باللحم بكل تواضع. بكل تواضع ما دخلتوش اللحم للدار؟ والله الا مده دايره ما جايه مع نهار غلاو والله ما كليناه بالله. من عيد الكبير؟ نقول من عيد الكبير وصافي. ما بقيتوش دخلتوا اللحم؟ ما قلناش دخلنا الوقت. دابا كدوز كتشوف شي كزار معلق شي سكيطه كتشهى. والله تنديرها وحق اقسم بالله لا كل جوادي. والله يا خويا لا توحشنا اللحم بالروح والزيت باش يلاه يقدر يغلب على ذوك الوليدات المعيشه ديالو، بقالو غير اللحم. فين المسكين غادي يلحق اللحم؟ كيشوفوه في التصاور. ولاد داز يشوفوا عند القزار معلق السكيطه. هذاك الشيء اللي كاين. هذا الوقت واعره بزاف بزاف بزاف. هذا الشيء اللي كنشوفوه دابا ما كانش هذا الشيء. بالنسبه للانسان اللي ما خدامش واللي كيربح غير مثلا 50 درهم في النهار، اش غادي يدير؟ يشريها كورده ويعلقها على راسو صافي. ما يشريش بها نص كيلو ديال اللحم. شري لها نص كيلو اللحم. لا شرى بها نص كيلو اللحم، غدا يصبح ما عنده ما ياكل والو. من حال المواطنين الضعاف اللي ما عندهمش، راه كاين اللي مسكين ما عندوش حتى عشا ليله.